بالنسبه للمكرمه الزروي، دونك القضيه نتاعو هي بدات من عام 2005 الحادثه اللي صارت. 2005 هو رابور يرابي مازال ولا لا؟ رابور هما سي ان جروب من التسعينات، معناتها من الجروبات القدم اللي معناتها اسوا الراب التونسي، فهمت؟ الحكايه صارت في القبه، حفله صارت في القبه، كانت وقتها حاضره فيها بنت الرئيس السابق اللي هو بن علي. في الفيرس اللي تقال معناتها وقتها مكرم الزروي، وقتها قال، ما نذكرش الفيرس بالضبط، لكن قال كيفاش نعيشوا في بلاد تحكمها امراه. فوقتها تفا الضو ودهموا عليهم، ومعناتها بالكف كيما تعرف ممارسات نتاع عهد بن علي وقتها، فهمت؟ ومن 2005 صارت التضييقات كبيره على الاخر، معناتها تحطوا ناس لوشارشي. واحد معناتها اتهموه بالزطله، الى ان جات 2007، معناتها نحكي لك ناس ما عادش ترقد في ديارها، راهو ناس ولات تتخبى. علاش؟ على خاطر قالوا كلمه في عهد بن علي. دونك 2007 مكرم الزروي ماشي يطل على ولده في سبيطار. هو متزوج؟ ولده صغير، متزوج، عنده ولده الكبير وقت عمره 3 سنين، ولده صغير وقت مازال عمره 3 شهور. شدوه وهو ماشي للسبيطار، والقضيه على اساس انه مكرم تشد كمروج. داكوردو، خنفهموا العباد شنو صار بالضبط. كي تشد مكرم الزروي ما شدوا عنده حتى شيء. تحليل نظيف، هو ديجا حد نحكي لك اش مكتوب في الملف، تحليل نظيف، وما شدوا عنده لا محجوز لا حتى شيء. القضايا كلها تلفقت. الشهود اللي جاوا شهدوا في المحكمه مكثرهم ما يعرفوش حتى مكرم بالوجه. وقت اللي قاعدين يحكيوا على مكرم هو موجود، وهم في بالهمش به اللي هو موجود. حكم عليه ب 33 عام، هما بريسك 33 عام. 33 عام؟ 32 و6 شهور. اللي حتى الترويج، معناتها حتى كي تشد انسان ترويج ما يشدهمش. والتهمه شنو هي؟ التهمه المكتوبه في ورق شنو هي؟ تهمه ترويج. ترويج 33 سنه؟ اي، كل واحد جا شد على مكرم 7 سنين، 7 فوا درا قداش من شاهد 33 سنه. 33 سنه. شد في المهموطه، فهمت؟ فمعناتها من الصدمه، تصور انت انسان معرس عنده زوج صغار 3 سنين واحد 3 شهور، وقالوا له انت راك بتشد عباره معناتها طول طون. فقال وقتها هو للقاضي كان تحكم عليا بالاعدام خير. اكيد جدا واحد 33 سنه يحكم عليه بالاعدام خير. فعلى الكلمه هذيك زادوا عامين، كانت وقتها 30 سنه فزادوا عامين فوق 30 سنه. الحاجه اللي نحب انا نوضحها اخرى هذي، انه راهو ما خفولوش في الحكم. يعني ما ولدش 22 سنه. قعدت نفس المدة هذيك، نحكي على 33 سنة، لكن من بعد صاروا معناتها كما نقولوا احنا نقصوا له وخفضوا له في عدد السنوات اللي هما تقريبا 11 سنة و10 شهور، حاجة كيما هكا. مكرم إذا ما خرجش المرة هذه وكمل المدة نتاعو يخرج عام 2029. ولده الكبير اللي هو عمره 16 سنة، نزيدوا عام 2029 باش يولي قداش عمره؟ 25 سنة. ولده الكبير اللي خليه 3 سنين اللي خليه 3 سنين. طويكا مكرم راهو عنده 13 سنه في السجن.